يعني دائما احنا عم نتحدث عن يعني القيم الشبابية اللي موجودة، وشبابنا قديش مهم ننشر عندهم الفكر الإيجابي، ننشر عندهم فكرة الانتماء. يعني لما احنا نحكي عن الأردن، احنا بيحكيها الواحد كله فخر وعنده هاي الروح، روح الانتماء لهذا البلد. هذا الموضوع مهم جدا، وغرس هذه المعتقدات عند أولادنا وشبابنا أيضا هذا شيء مهم جدا. بينضم لنا الدكتور موسى مطارنة، استشاري تربوي، لنتحدث وأسري، لنتحدث عن الأمن المجتمعي ودور الشباب في المجتمع. صباح الخير دكتور، صباح وأهلا الورد، وسهلا صباح بك. الخير. يعني دكتور، اليوم احنا عم نحكي عن موضوع مهم جدا، الانتماء. هاي قيمة مغروسة وموجودة فينا، يمكن البعض منا خلص ماخذها ضامنها أنها موجودة، ولكن هذا بالفعل هي شيء يجب أن يغرس عند الواحد. فخلينا نتحدث أكثر عن هذه القيمة. أولا صباح الخير لكم، صباح الخير لكل المشاهدين. رحم الله الأردن والرحمة على شهدائنا. أنا بدي أتكلم بداية عن المواطنة، مفهوم المواطنة. هناك بعض الأفكار أو التفكير الخاطئ في موضوع المواطنة. البعض يراه حقوق وواجبات، المواطنة ليست حقوق وواجبات. المواطنة عشق وطن، عشق وطن، عشق تراب. مهما قسى علي الوطن أنا بعشق تماما. يعني مقولة سمعتها من صديقة بتقول إنه الوطن دائما زي اللي بيعشق بنت حتى لو كانت بشعة، مع بشاعتها هو بحبها. فأن نقارن أو أن نصنف المواطنة أو انتمائي لهذا الوطن على أساس حقوق وواجبات، هذا أمر خاطئ. أنا مهما عرضت ومهما تكلمت أو هي للتقويم والتصويب من أجل الوطن وليس ضد الوطن. فلذلك أولا يجب أن يصحح المفهوم عند في كل مناهجنا، في كل محاضراتنا، في كل دوراتنا، في كل تدريبنا، بأن المواطنة حالة عشق مع الوطن لا علاقة لها بحقوق وواجبات. أنا وطني أعشقه لو كان قاتلني. فلذلك لازم نبدأ بغرس هذا المفهوم بنفوس الجميع، أنه نحب وطننا. عشق الوطن حالة عشق، حالة تراب. ترى الشهداء الذين يموتون، ما الواجبات والحقوق الذي لهم؟ هو مات من أجل الوطن لأنه عشقه، ما مات علشان بدي تعطيه فدى روحه لتراب أو الوطن. شيء. أو هو ترك أسرة وترك أولاد وترك هذا والناس كل شيء أمام حبه للوطن وعشقه للوطن. دكتور بدي أحكي شغلة. مرة كنت عم بحكي مع أحد، يعني أحد الأشخاص من أفراد القوات المسلحة الأردنية، فبحكي له ما بتخاف يعني على أسرتك؟ عندك أولاد، عندك مرأة، أهلك، يعني هو وحيد أهله. فشو جاوبني؟ حكى لي أنا عندي وطن أكبر، عندي أولاد أكثر، وعندي عيلة أكبر لازم أدير بالي عليها. نعم. فهذه الجملة لحالها تثبت لك كيف كل فرد بأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة الأردنية هذا الفكر اللي هو موجود عندهم. هذول الناس تنحن لهم القبعات والرؤوس، هذول الناس هم عشقوا وطن ودافعوا عنه. لما بيهاجم، لما بتحرك، بينسى كل شيء إلا أنه قدام مهمة وطن. فهذه حالة العشق هاي تعطيه حالة من الدافعية والقوة، بنسى حاله. هذه حالة المواطنة، هذا المواطن الحقيقي المنتمي. إذا كنت أنا أردنيا فأنا أنتمي للأردن وأعشقه، وإذا عشقته فكل الأردن أسرتي وكل من فيها هو جزءا مني، وهذا التراب حقه علي بأن أضع دمي فداء لذلك وروحي. لذلك يجب أن يبدأ المفهوم من الأسرة، في من رب الأسرة، نموذج على أطفاله أن يفهموا أن الوطن وتراب الوطن أغلى من أي شيء، أغلى من الروح. فلذلك حالة العشق هاي إذا تمكنت في نفوسنا تصبح مقاومة لأي فكر آخر ممكن أن يحاول أن يدخل. كيف يدخلوا على أفكار شبابنا؟ وكيف بيدخلوا على أفكارنا؟ بيدخلوا على أفكارنا من خلال هذا السم الذي يدس في الدسم، من خلال أنه شو معطيك الوطن؟ ما هيهم، ما بدري إيش، حرامي وما بعرف إيش. أيوة. يا أخي شو دخله هذا بهذا؟ الوطن وطن، وهؤلاء شرذمة عم بيعيشوا في الوطن، هدول بتحاسبوا، لكن أنا ما بضحي في الوطن عشان حدا. ولذلك يجب أن نبدأ بوضع مقومات تفكير خاصة عند
الشباب. يجب التفكير يجب أن يبدأ في المدرسة وفي الجامعة ومن الصفوف الأولى وفي الأسرة. يجب أن نبدأ نزرع الانتماء بمفهوم العشق للوطن حتى نضيع على أي حدا فرصة الدخول إلى المفهوم من خلال بعض حالات الضعف اللي عندنا. يعني لو الأساس عندنا قوي فإحنا بنبني على أساس قوي. وكيف بدخل علي من حالات الضعف اللي عندي؟ هلا مثلا بقول لك إيه؟ أنت قديش بتاخذ راتب؟ أنت شو معطيك الوطن؟ ما هيهم اللي باخذهم. هو يستفز مشاعرك في هذا الجانب ويبدأ يدخل عليك. الأصل أن لا تقبل هذا الدخول، لهذا ما له علاقة. برافو. أنا أوكي بعارض الدولة، أوكي بابا وبصرخ وبرفع صوتي، بس من أجل الوطن، لمصلحة البلد. الوطن بالضبط، لأنه لما بحس أنه الحكومة عم تتصرف بطريقة ممكن تأثر على الوطن والمواطنة أنا بتدخل، بس الوطن ما له علاقة. لأنه مصلحة وطني قبل أي شيء ثاني. أنا بشتغل، هذا هو يجب أن الإطار الرسمي تبعي أن يكون هو الوطن وتراب الوطن، ويجب أن أنطلق بأفكاري من خلال حرصي على هذا الوطن وخوفي عليه. لأنه إذا طفل تضرر في الأردن هو عائلتي، إذا مرأة تضررت في الأردن فهي وطني، عندما يقتل شخص أنا أجرح من جوا، لأنه لما أنا بشوف أبناء هذا الوطن بيستشهدوا من مقابل مين؟ مقابل مين؟ نفس أبناء الوطن بيشتغلوا بالإرهاب وضد الوطن. هذه كارثة. هذه عافي النفوس، هذا التسلسل لعافي النفوس الذين حملوا أفكارا مجنونة أو مرضية. هاي أفكار مش صحية، أفكار مرضية طبعا. وبالتالي يجب أن نقاوم كلنا في كل موقع، يجب أن نحافظ على الوطن ونعشق الوطن وندافع عنه في كل مواقعنا، ليست بس القوات المسلحة. كل واحد فينا في حارته في بيته في أي مكان عليه دور. والله دكتور، وإحنا هذا الإشي اللي سمعناه يعني، وهذا اللي شفناه بالفترة الأخيرة، إنه إحنا إذا اشتبهنا بأي شيء أو إحنا حسينا إنه في شيء حوالينا مش مزبوط أو مش تمام، إحنا نخبر أجهزتنا الأمنية هم بتصرفوا سواء كان مزبوط أو غير مزبوط. لكن إحنا هذا الشعور الداخلي اللي إحنا إجانا إنه والله إحنا مش مرتاحين لفلان، مش مرتاحين لفلان. يعني أيام أول زي ما كنا عم نحكي قبل الفاصل، زمان كان الجار يعرف جاره، كان ما حدا يسكن الحارة إلا نروح نسلم عليه نستضيفه. لو نرجع لهاي العادات، لو نرجع نشوف نتعرف على الناس اللي حوالينا، يعني هذا مدخل الأمن المجتمعي. الأمن المجتمعي يعني المشاركة المجتمعية في الأمن، الأمن الاجتماعي والأمن النفسي وإلى آخره. وكيف تكون؟ تكون من خلال الأحياء والمناطق واللي الموجودة، من خلال تنظيمات لجان معينة تعمل. في عندنا مجالس محلية أمنية، ما تسوي لجان في الأحياء تشتغل على هذه الأشياء. هذا كان المواطن، كل مواطن حس بالدور اللي عليه وحس بوجوده وتأثيره يستطيع أنه نحقق أمن مجتمعي. لأن المجتمع على فكرة أهم من كل شيء، لأنه إذا أنا استطعت أني كل الناس يكون عندهم الانتماء والحب للوطن وكلهم كساروا حافظوا عليه، وزي ما تفضلتي ينقل أي ملاحظة أو شيء هذا إلى الأجهزة المعنية، نستطيع أن نمنع أو على الأقل نحد أو على الأقل نحاصر هذا المرض السرطاني اللي هو الإرهاب والتكفير وإلى آخره، إنه استطيع أن نحاصره ونقتله في مهده. وهي الوطنة صالحة بالضبط. يعني أنت بالنهاية أنت لما تكون منتمي لبلدك ومنتمي لوطنك وبتحب وطنك لو شو مكان، وهذا العشق اللي يعني بنعشق تراب الوطن زي ما كنت عم تحكي، يعني هذا العشق دكتور إحنا ممكن نستفيد منه بمصلحة الشعب وبمصلحة البلد ولنشر الفكر الإيجابي طريقة واحدة اللي هي المواطنة الصالحة. فكل هذا بينزل تحت كلمة المواطنة الصالحة. هو الأصل أنه المواطنة تكون فعل. المواطنة الحقيقية فعل عمل وليست كلام. ليست تنظير وليست كتابات وليست. المواطنة الفعلية، طفل إذا انتمى في حي وأوقف مشكلة ممكن أن تضر بالوطن فهو منتمي أكثر من اللي بيكتبوا بعكوا ألف سنة مرة. صحيح. لأنه الفعل العمل، نحن للأسف نقول كثيرا ولا نفعل إلا القليل. والأصل أن يبدأ بعمل مجتمعي بدل هذا. يعني عمي ما بدنا الاستعراض، احنا على فكرة بنشتغل استعراض، يعني بتلقي كل واحد بحامل حاله ما بدريش.
خلينا نصل للارض، خلينا ننزل على الارض وخلينا نساعد اجهزتنا الامنيه. يعني الاجهزه الامنيه والدوله حاطه فاتحه مجال من خلال المجالس المحليه ومن صحيح. خلال الجمعيات ومن خلال المجتمع المدني، انه ابدوا اعملوا على لجان محليه، وكل شخص يقود مجموعة يدربها، والكل فاتح ذراعيه. راح نحمي الوطن من كل شيء، نحميه من الفكر التكفيري، ونحميه من المخدرات، ونحميه من الجريمة، ونحميه وننقي الأفكار والتفكير. لأنه احنا لما بنشغل الشباب في شيء، لما بحس بالاهتمام والمسؤولية، ما هو الإقصاء هو المشكلة. أكيد لما إحنا نحسسه أنه هو قادر على المشاركة بالمجتمع، هو رح يكون إنسان فعال، وبالتالي وطننا رح يكون بألف خير إن شاء الله. بالضبط. دكتور موسى مطر، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وشكرا على هالمعلومات اللي أتمنى كل شخص عم بيسمعنا يعشق وطنه على الرغم من كل الصعوبات اللي بمرق فيها، لكن الواحد حبه لبلده ولوطنه هو اللي رح يدفعه.